طبعا الاول ببارك للنادي الاهلي، طبعا استحق الفوز، عمل ماتش كويس جدا وماتش كبير، لكن واحنا لغايه دي 40 كان ماتش متوازن، كنا بنروح وما بيروحوا، كان ماتش يعني احنا في الاخر كنا عايزين نجيب جون بدري، وصلنا بس لكن برضو ما كانش بالمطلوب الكافي ان انت تجيب جون فرقه كبيره زي النادي الاهلي، لازم يبقى فيه كفاح اكتر من كده. طبعا بعد ما جيت جون الاولاني، طبعا لما بتغلط قدام في تمرير باص، لما يكون باص غلط في بداية هجمة أو كده، ده مشكلة كبيرة جدا، وأنا حذرت من القصة دي قبل الماتش، لأن الغلط قدام الفرق الكبيرة زي الأهلي والزمالك بتبقى خطر جدا بشكل كبير جدا، والأخطاء متكررة في 4 دقائق للأسف، باص برضو من ناحية اليمين وباص من قلب الملعب، طبعا لما تخش فيه الجون في 4 دقائق حوالي 4 5 دقائق 3 جوان، ما انت 40 دقيقه بتأدي بشكل كويس، طبعا لازم يحصل حته، طبعا معنويات الفرقه لازم بتنخفض بشكل كبير جدا. حاولنا بين الشوطين حته التماسك، بس طبعا الاهلي كسب الشوط الاولاني خلاص في 5 دقائق. حاولت ارجع، انت عارف بقى طبعا حته نفسيا، وخلاص الماتش الاهلي اخد اللي هو عايزه، وانت بتجري ورا الماتش لازم الاهلي هيلاقي مساحات، اللعيبه بتاعتك متعصبه الشوط الثاني، عايز على الاقل ما يخشش فيه جون تاني او يحاول يجيب يعوض، بس في الاخر انا بشكر اللعيبه، احنا مقدمين بشكل كويس طول السنه، ووارد ان الفرقه تتغلب، ده طبيعي جدا ماتش او ماتشين، المهم انت حته الاستمراريه، احنا في نهايه الدوري وهي برضو هي دي المشكله.